كلنا نؤمن بخروج الدجال في آخر الزمان، وإن فتنته واحدة من أعظم الفتن التي ستمر على بني آدم، ولكن كان عندي فضول دائم عن الناس الذين سيتبعوا الدجال في آخر الزمان. من هؤلاء الذين سيتبعوا أعور دجال حذر منه جميع الأنبياء والرسل؟ أكيد ما فيهم مسلمين، لأن المسلمين عرفوا أوصافه من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم. لكن للأسف بعد البحث في الموضوع انصدمت أن في فئة من المسلمين ستتبع الدجال، وهؤلاء المسلمين حددهم النبي بأوصاف دقيقة، بل إن حدد أماكن تواجد البعض منهم وذكر دولة بالاسم وأكد خروج الدجال وأتباعه منها. والمفاجأة إن أتباعه بدأوا يتجمعوا على مرأى ومسمع من العالم. فمن هم أتباع الدجال وأين هم الآن؟ وما هي أوصافهم التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم؟ وما هي الدولة التي ستشهد ظهور الدجال لأول مرة؟ كل هذا بنعرفه بحلقة اليوم، واللي عنوانها أتباع المسيح الدجال. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، كيف حالكم يا قوم؟ إن شاء الله أنكم في أفضل حال. أنا عارف أني بطول بتنزيل الحلقات، ولكن يعلم الله أن هذا التأخير بسبب تحسين جودة المونتاج وتطوير القناة، وإن شاء الله تعالى نصل مستقبلا لمستوى يليق بكم. أهو نايف اليافعي يحييكم، وخلونا نبدأ على طول. بيوم من الأيام النبي صلى الله عليه وسلم يقف خطيبا في الناس، في أحد أطول الأحاديث المروية عنه يقول: يا أيها الناس، إنها لم تكن فتنة على وجه الأرض منذ أن ذرأ الله ذرية آدم أعظم من فتنة الدجال، إن الله عز وجل لم يبعث نبيا إلا حذر أمته الدجال، وأنا آخر الأنبياء وأنتم آخر الأمم، وهو خارج فيكم لا محالة. كلام واضح ومباشر من النبي صلى الله عليه وسلم بأن الدجال سيخرج في هذه الأمة، وأتباع الدجال ينقسمون إلى ثلاثة أقسام: أولهم كفار العالم بشكل عام، البوذيين والملحدين والهندوس وجميع الملل الضالة اللي ممكن تتخيلها، والقسم الثاني هم جزء من المسلمين. لحظة، هل سيكون من أتباع الدجال مسلمين؟ نعم، الدجال سيتبعه جزء من المسلمين، وهذا الجزء أغلبه من الأعراب، والأعراب هنا بمعنى ضعيفي الإيمان والجهال بعلامات الساعة. حتى أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: وإن من فتنته أن يقول للأعرابي: أرأيت إن بعثت لك أباك وأمك أتشهد أني ربك؟ فيقول: نعم. فيتمثل له شيطانان في صورة أبيه وأمه، فيقولان: يا بني اتبعه فإنه ربك، فيتبع هذا الأعرابي ومن على شاكلته، وهم يومئذ كثير. وفي ناس سيتبعوه وهم يصلوا ويصوموا ويظنهم المسلمين منهم وفيهم، ولكن عندما يحاول الدجال وأعوانه اقتحام مكة والمدينة يتفاجأوا بملائكة تحرس المدينتين من جميع الاتجاهات، ملائكة مسلحين بالسيوف يطوقون مكة والمدينة ومستعدين للقتال. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: وإنه لا يبقى شيء من الأرض إلا وطئه، وظهر عليه إلا مكة والمدينة، لا يأتيهما من نقب من أنقابهما إلا لقيته الملائكة بالسيوف. في هذه اللحظة عندما ييأس الدجال وأتباعه من دخول المدينتين، يروحوا ويعسكروا بأطراف المدينة عند جبل يسمى الضريب الأحمر، يقع على أرض سبغة أي منبسطة، وتقع حاليا في منطقة اسمها الجرف بأطراف المدينة. يقول النبي: حتى ينزل عند الضريب الأحمر عند منقطع السبخة، ولما يعسكر هو أتباعه تهتز المدينة وترجف ثلاث رجفات، فيخرج منها كل المنافقين والكفار اللي كان المسلمين يظنهم منهم، فتتنظف المدينة من جميع الكفار والمنافقين. يقول النبي: فترجف المدينة بأهلها ثلاث رجفات، فلا يبقى فيها منافق ولا منافقة إلا خرج إليه، وفي رواية أخرى: فيخرج إليه كل كافر ومنافق، فتنفي الخبيث منها كما ينفي الكير خبث الحديد، ويدعى ذلك اليوم يوم الخلاص. لكن العجيب ان في ناس سيتبعوا الدجال بعد ظهوره مباشره، سيتبعوه قبل ان يروا منها اي معجزات او خوارق، وكان هذول الناس كانوا منتظرينه من زمان. هؤلاء الناس هم الفئه الثالثه من اتباع الدجال. هذه الفئه مكونه من 70,000 شخص وكلهم من اليهود، وسيتبعوه في مدينه ايرانيه خلال اللحظات الاولى من ظهوره. يقول النبي: يتبع الدجال من يهود اصبهان 70,000 عليهم الطيالسه. هذا الكلام يؤكد ان اول ظهور للدجال سيكون من إيران، والنبي صلى الله عليه وسلم أيضا أكد على هذا الكلام حين قال: الدجال يخرج من أرض بالمشرق يقال لها خراسان، وهي إيران المعروفة اليوم. طيب، وش بيودي اليهود إيران؟ أو أن اليهود راح يحتلوا إيران آخر الزمان؟ لا 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 لا، الموضوع مش كذا أبدا عزيزي المشاهد. اليهود حاليا متواجدين في إيران، وأعدادهم تصل إلى 30,000 نسمة، وأغلبيتهم في مدينة أصبهان أو أصفهان كما تسمى حاليا، وهي مدينة تقع في وسط إيران، وأعداد اليهود تتزايد فيها، مما ينبئ باقتراب خروج الأعور الدجال. هذا الكنيس متواجد بالعاصمة الإيرانية طهران، بعد إسرائيل تحتل إيران المرتبة الثانية في تعداد اليهود في الشرق الأوسط.
الشيء اللي ما تعرفه عزيزي المشاهد ان اليهود يعشقوا ايران لحد التقديس لانها تعتبر ارض مخلصهم. خلني اشرح لك اكثر. قبل 1000 سنة قبل الميلاد تقريبا سيطر اليهود على القدس لاول مره بقياده النبي داود عليه السلام وحكمها لمده 40 سنة، ولما توفاه الله استلمها سليمان عليه السلام وحكم لمده 33 سنة، وبعدها حكم ابنه رحب عام وكان اسم القدس وقتها مملكه يهوذا. فضعفت يهوذا بعهد رحب عام وانقسمت لتطمع بها القوه العظمى وقتها المملكه البابليه، ويغزو البابليين يهوذا بقياده نبوخذ نصر ويسيطروا عليها، ثم يأخذوا أعداد كبيرة من اليهود كعبيد لمملكتهم، وهناك عاش اليهود سنوات طويلة من الذل والمهانة إلى أن بدأت تتشكل قوة جديدة في المنطقة وهي مملكة فارس بقيادة الملك كورش. الملك كورش هذا غزا البابليين وأسقط دولتهم، وهنا يطلق كورش سراح كل اليهود اللي كانوا محتجزين وسمح لهم بالعودة إلى يهوذا. ومن هذه اللحظة التاريخية نشأت العلاقة بين اليهود ومملكة فارس، حتى أن كورش موجود في عدة أسفار في التوراة، مكتوب في سفر عزرا على سبيل المثال: كورش قال جميع ممالك الأرض دفعها لي ربي إله السماء، وهو أوصاني أن أبني له بيتا في أورشليم التي في يهوذا. بالإضافة إلى أن بلاد فارس توفي فيها النبي دانيال، ودفن حبقوق وبنيامين أخو يوسف عليه السلام، وكلهم أنبياء للعهد القديم في التوراة ومقدسين عند اليهود. ففي أسباب كثيرة جعلت اليهود يهاجروا لبلاد فارس من آلاف السنين، وأصبحوا اليوم جزء من التركيبة السكانية الإيرانية ويتمتعوا بحقوق كاملة، فعندهم معابدهم الخاصة وطقوسهم وأكلهم ومدارسهم أعدادهم في تزايد، وأغلبهم يقطنون أصفهان أو أصبهان. والشيء العجيب اللي لفت انتباهي شيلان يهود أصبهان، ما تحس إنها تذكرك بشيء؟ يتبع الدجال من يهود أصبهان 70,000 عليهم الطيالسة. هل هذه هي طيالسة أتباع الدجال؟ لأن العلماء عرفوا الطيلسان بأنه كالقماش أو الشال الذي يوضع على الكتف والرأس، وغالبا ما يكون باللون الأبيض، نفس لون الرداء اللي يضعه يهود أصبهان حاليا على رؤوسهم وقت طقوسهم الدينية. وكل المؤشرات تؤكد بأن هذه الفئة من اليهود هم من سيتبع الدجال ويعاونوه على الإفساد في الأرض لمدة 40 يوم، يوم كسنة ويوم كشهر ويوم كجمعة وسائر أيامه كأيامكم. إلى هنا ينتهي فيديو اليوم، وأنوه إلى أن هذا الفيديو مخصص للتعريف بأتباع الدجال. أما قصة الدجال نفسه فسنفرد لها حلقة مفصلة، من ولادته إلى أن يقتل على يد المؤمنين في قرية بابلدن الشرقي في أرض فلسطين الحبيبة، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. أتمنى الفيديو عجبكم، دمتم في رعاية الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.